احنا عندنا هنا في الشركة أكتر من نوع نبات بيتم تصديره. في منتجات طبعا أغلبها بتكون صناعة محلية، اللي هي بتتزرع هنا عندنا سواء في أبشواي أو في مصر عامة. المنتجات عندنا مختلفة، زي الدي ريحان، زي عرق السوز، زي الكركديه، البقدونس، حشيشة الليمون، قشر الليمون طبعا أو الليمون عامة سواء أسود أو أصفر. وعندنا الكرانديولا اللي احنا نعتبر مشهورين بزراعتها، وعندنا بابونج، وفي منتجات كتير من المنتجات دي بتستخدم لأكتر من شركة. طبعا احنا بنصدر المنتج خام، فبالتالي الشركات هي اللي بتكون مسؤولة عن التصنيع. عندنا أكتر من اهتمام، في شركات الكوزماتيكس ممكن يكون اهتمامها أكتر بمنتجات زي الكالانديولا سواء الزهر أو البيتلز، وبيكون عندنا برضو شركات التوابل. طبعا شركات التوابل بتعمل ميكس من التوابل عامة، بتستورد البقدونس، الشبت، بتستورد الليمون بأنواعه طبعا سواء أسود أو أصفر. عندنا شركات الشاي ممكن تستخدم قشر الليمون، ممكن تستخدم قشر البرتقال، الكركديه، البابونج، بتستخدم حشيشة الليمون. طبعا الشركات ممكن تعمل ميكسات حسب الاستهلاك بتاعها، وطبعا احنا عندنا اكتر من قطعية مختلفة بتناسب حسب كل شركة، فاحنا بنشتغل طبقا للسبيسيفيكيشن المبعوثة لينا من كل شركة اثناء الاوردر بتاعها. ده حوالي ممكن اكتر من 32 نبات مختلفين. النباتات بصفة عامة احنا شغالين في الرو ماتيريال، ما بنشتغلش منتج نهائي، فاحنا بنشتغل طبقا للمواصفة اللي بتجيلنا من العميل، سواء بقى في القطعية، سواء في الجودة، سواء في نسب التحاليل، في كل حاجة موجودة فيها. هو استخداماته واستخدامات النباتات انا ما اقدرش احدد بالظبط كل المنتج، بيكون حسب الشركة المستوردة. فممكن حاجة عندي زي النعناع، ده نعناع مجروش، ممكن عندي العرقسوس سواء القطعيتين بتاعه او ثلاث قطعيات، ده منتج العرقسوس. عندنا الكركديه بمختلف القطعيات، في قطعيات اكتر من كده كمان، ممكن كل منتج يبقى ليه اكتر من قطعيه، حوالي 4 أو 5 قطعيات. عندنا البقدونس، حشيشه الليمون، عندنا الليمون، الكالانديولا طبعا زي ما قلنا بتستخدم في الكوزماتيكس، الكركديه اكثره طبعا في المشروبات، النعناع بيكون مشروبات برضو، الليمون بيكون مستخدم في التوابل بصفه اكثر. لا، مش مسألة قشر، هو الليمون بس اللي ممكن بيبقى عندنا فيه قشر الليمون، وبيبقى عندنا فيه الليمون الكامل نفسه، ده بالنسبة للقطعيات. لكن الباقي ما بيبقاش قشر، الباقي أنا عندي كركديه بيطلع منه أكتر من قطعية، سواء كركديه زهر، سواء لارج كات، سواء اللي هو السلايسز الموجودة عندي. السلايسز بتختلف حسب العميل، ممكن تكون قطعية كبيرة، ممكن تكون قطعية صغيرة، في عندي شاي، في عندي فاين كات، في عندي باودر، فكل ده بيتوقف على المواصفة اللي احنا بنستلمها من العميل. هو سوق في التصدير أكتر، ده كل سنة فيه متغير، بيعتمد على الشركات وبيعتمد على العرض والطلب. لكن بصفة كبيرة مصر بتصدر كركديه، ريحان، بقدونس، شبت بنسب كبيرة جدا أكتر من المنتجات الباقية. هو المستقبل ليها طبعا مستقبل واعد، لأن احنا دلوقتي مصر بدأت تتجه كليا للنباتات الطبية والعطرية عن زمان، لكن بصفة كبيرة احنا محتاجين أكتر نتجه للأورجانيك طبعا، وده بدأنا فيه في الظهير الصحراوي، لكن لازلنا برضو محتاجين نطور أكتر في الزراعة. الكالانديولا لأنها بتتزرع بمساحات كبيرة جدا هنا في الفيوم، وإحنا أوريدي بنصدرها سواء في الزهر أو البتليات بكميات كبيرة برضو سنويا، وبنشتغل فيها سواء محليا أو في التصدير. هو بالنسبة للسيدات ممكن الفرز اليدوي، سواء في منتج زي الكالانديولا، في منتج زي البابونج أو اللي بنقول عليه الشيح أو الكامومايت، ده بيكون بالنسبة للسيدات أكتر. وبالنسبة طبعا للعملية التصديرية اللي هي العمليات المكتبية بتكون للسيدات أكتر.